السلام عليكم. كنشكر بعدا اذاعه ويسلا نيوز على الحضور ديالها، اذاعه تي في بسمة، على هذا النقل اللي وصل للناس اللي بعاد. بغيت نقول نشكر الدراري بعدا على المقابله الرجوليه، بغيت نشكر المكتب المسير اللي وفر لنا جميع الظروف، وهنيئا المكتب ديال الخيسه جميعا من الاول حتى الاخير. ومره اخرى كنشكر الدراري على الروح القتاليه والرجوله ديالهم اللي بينونا في هذه المقابله، وان شاء الله مازال الخير لقدام، اللي راه حنا غادي نحققوا ان شاء الله هذا العام موسم ديال الصعود ان شاء الله. المهم تنتمناو تنقولوا الشكر للجمهور الدخيسيه، وتيبقى الشكر للسي هشام واللاعبيه الدراري والدراري الطاقم التقني، وشكرا للجمهور ديال الدخيسه. الفوز ديالنا الحمد لله، كنشكر الدراري كاملين على هذه القتاليه اللي داروا. الماتش كان مزيان، استطعنا باش اننا نسجلوا واحد جوج ديال الاهداف في بروميير ميطا اللي خلانا نلعبوا مرتاحين دوزيام ميطا. كنشكر الدراري كاملين، وان شاء الله هذا العام هذا التالق والصعود لقسم الثالث ممتاز. بالنسبه للفوز ديالكم احنا فرحانين بهذا الربح هذا، وخصوصا اول ماتش، وهذا راه غادي يزيد يحمسك باش تزيد تقلب على الطلوع، وان شاء الله احنا غاديين غنطلعوا هذا العام ان شاء الله. تحيه الجمهور دخيسه. شكرا على الاستضافه اولا، وكانت مقابله حاميه الوطيس بين الفريقين، وتنهني فريق شباب دخيسة على الانتصار، وتنتمنى له المزيد ان شاء الله، وشكرا لكم. السلام عليكم. ولد الحمريات. المقابلة اليوم. ايوا كما كتشوف المباراة كانت صعيبة شوية، لأن الدراري داروا اللي عليهم، وكانت داروا اللي عليهم وكانوا رجال اليوم، وحققنا داك الشيء اللي كنا جايين عليه، هي ثلاثة نقاط الحمد لله. باش ما يدنا ان شاء الله الصعود ان شاء الله، وديما ديما دخيسة ان شاء الله، ديما كندولو على الريود. ان شاء الله بهاد الرغبة ان شاء الله باش نحققو الصعود ان شاء الله. السلام عليكم سيدي. بالنسبة للفوز اليوم سيدي يستحقو، لأن لعبوا تكتيكيا مزيان وشدوا بلايصهم مزيان، وكنتمناو لهم التوفيق في المقابلات الجاية ان شاء الله، ودايما الربحين ان شاء الله. بالربح 2-0. عافية. أنا فرحان بالربح اليوم بجوج الزيرو. اش كتشجع؟ دخيسة.